السي عبد الكريم المردادي اللي ان شاء الله غيطلع معانا ويعطينا المستجدات طبيعة الحال في ملف الكولونيل، وربما يعطينا حتى شيء امور اخرى نحن ليس لنا بها علم. دونك نشوف الاخ المردادي يطلع معنا ينورنا اللايف بكل لياقه. السي عبد الكريم تفضل. سلام دام، مساء الخير، مساء النور عليك ولكل المتابعين الكرام والمتابعات، تحيه لكم، مساء الخير. ما تابعتش، اسمح لي، ما تابعتش المباشر من الاول، تابعت هذه العشر دقائق الاخرى. نتمنى السي العمده قبل ما نبداو قبل ما نسمعوا الاسئله ديالك انك تركز شويه على حتى على هذا الموضوع ديال المرحومه سعاد الله يرحمها. دونك انا سمعت منه يعني اجزاء، دونك ما عنديش تفاصيل كامله. ومن طبيعه الحال ما تنساش كذلك الموضوع اللي كتكلموا فيه وكل المواضيع اللي كتهم القضاء وكتهم اصحاب ذوي الحقوق اللي كيطالبوا بها الناس في مثل هذه الجرائم الشنعاء اللي للاسف الشديد يعني اللي كنشوفوها. والدور ديال السلطه الرابعه والاعلام البديل هو دور مهم جدا لتنوير الراي العام وكذلك لتعريف بعض الزوايا المظلمه في مثل هذه الجرائم. فاهلا وسهلا بك، ما تابعتش كل شيء من الاول، قلت لك ما متابعتش، يمكن ما عرفتش تابعتي معايا المباشر ولا لا. على اي مرحبا بكل الاسئله. انا لقيتني شويه كنت كنضحك بوحدي، بقاو يشوفوا فيا الكور كيقولوا هذا ماله مسطي. كنسمع واحد الحلقه ديال واحد العبقري اللي في قاعه الساونا ولا نعم اخي العبقري ملحيط الحيط اللي موراي، زعما راه موراي الناس، راه موراي الناس صح، وطز فيك وطز في دوك الناس اللي كتعنى بهم في مثل هاد القضايا على انك يعني تبغي تصحح بناس. احنا ما كنقولوش شكون اللي مورانا، ما نتكلموش على هذا الموضوع هذا، ولكن عند الفوري يبان الحساب. فبالتالي اللي باغي يخلعنا او اللي باغي يرهبنا او باغي يرهب المغاربه بان مورايا ناس صحاح، مورايا حيط، زعما حيط، راه كل واحد مورا حيط، غير سا ديبون داك الحيط دايرينو على ود الغوات والصداع ولا دايرينو على شي حاجه اخرى. هنا كاين القضاء وكاين العداله وما كيهمنا حتى شي واحد شكون هو ولا ما شكون هو. سمعت الاخ كيتكلم ما شاء الله على كيتباكى، يعني راه كاين واحد القاسم مشترك ما بين الهرقاوي والهكاوي، حيت الهكاويين هما جيراننا جوارينا اللي دائما كيخرجوا حقرونا بكاونا، كيجبدوا الصداع وما يقدوش عليه كيديروها. وكمل ما عندك. اولا السيد اللي خرج كيتهمنا بتشكيل جماعه استخباراتيه ارهابيه 55 مخبر، هذا ماشي تدليس وماشي تعريض حياتنا للخطر والمساس بالسمعه ديالنا والمساس بـ 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 بالحرمه ديالنا والمساس بـ 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 بكل القيم وكل المبادئ اللي هو كيتكلم. قال لي كصحفي يا ريت لو غير ما يقولش هذه الكلمه لانه يسيء للجسم الصحفي اللي كيقول او يدعي على انه ينتمي لها. قول يدعي لانه لم يظهر ذلك، بل عكس انه يطالب، يعني كيقول لك ورينا الصوره ديال الكورنر، بحال اللي انا فيما جلست مع شي واحد شي قهوه نقول له اجي نديروا الصوره حنا وديك الجماعيه. خرجت الصوره ديال المرحوم، بالمناسبه من طبيعه الحال ما كنخرجش شي صور غير هكذاك ديال المرحوم الفنان الكوميدي الله يرحمه الدسوكين وتعازي الاسره الفنيه والاسره الصغيره ديالو. من طبيعه الحال هذيك الصوره في نشاط، ماشي كنخرج التصاور ديال القهوه ولا نوقف مع واحد في الشارع، يعني من الصعب جدا تلقى عندي شي صوره. كتقدر توقع لا صورني شي حد، ماشي مشكل ماشي عيب، ولكن هو عوض ان يبين بعد البطاقه اللي كيقول لك بان صحفي هو كيقلب على صوره، يعني دائما في اطار تدليس. بحال ملي كان كيتكلم بان السيد على المرحوم نور الدين العطور ما عندوش فلوس، ملي حطيت لهم الورقه ديال الكريدي اللي خدا 15 يوم قبل كيقول فيها غير 13 مليون، هي 13 مليون ونص الحقيقه، وفينا هي سبعه اخرى لا غير 6 ونص الحقيقه. واش خبرك بان هذا السيد هذا كان كيقبض يعني 3 مليون في الشهر، زعما حياته كامل 30 عام هو خدام ومشيط والو، ما عنده والو مسكين، اللي شدها بجباب في الشهر كياكلها، بالاضافه الى 19 مليون ونص اللي خدا شهور او اسابيع قبل من هاد 13 مليون. اذا غير باش كتعرفوا المغاربه، انا كنتكلم مع الناس ولا اجيب هذا الشخص، الانسان اللي كيبغي يدلس، حنا كنتكلموا بالوثائق وكنتكلموا بالحجج، هو كيخرج خصو يدلس في داك الشيء.
تكلمنا على الناس اللي كيتواصلوا معنا انذاك 55 شخص اللي دابا كنقول بان المئات، انا براسي مابقاش عندي الحساب ديالهم، ولا ربما الالاف، ولا على الاقل نقولوا العشرات ديال ولا المئات ديال 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 الناس. فبالتالي هذا كله داخل في تدليس المغاربه. الحمد لله انهم واعيين، ودائما كنقول بان المغاربه ما كياكلوش يتبن، لانك غادي تكذب عليهم وغادي يحصلوك، غادي تبغي تدلس وغادي يشدوك، ويلا سخطوا عليك راه حتى واحد ما كيسينيالي ليك، حتى واحد ما تابعك لا على الزينس ولا على الزمر. المغاربه كيشوفوا كيسمعوا وكيفهموا، عندهم عقولهم، كيتابعونا اساتذه، كيتابعونا مثقفين، كيتابعونا الطلبه، كيتابعونا جميع الفئات ديال المجتمع ديالنا، فما محتاجش باش حنا اللي غادي نجرهم ولا غادي نديهم هك ولا هك. فانا شفت يعني واحد الطرف واحد 10 دقائق بعد ما الناس نبهوني كيقول لي عافاك شوف لقيت ثلاثه ديال التعاليق عنده مسكين الله يحسن عاونه الله يكون في عاونه، يعني سخط على دوك الناس وكيبغي يدخل ناس اخرين. ايه انك دخلتي راسك في الوحل وحلتي حتى الودنين، الله غالبنا عندنا ما نديرو ليك، وفيما غتدوي غادي نعطيوك الجواب اللي يناسبك، وهذا لن يتنين لا نهائيا لمتابعه التطورات ديال الملف ديال الكورينور ديال العطور اللي انا واخده يعني بقلبي وجداني، كيف جميع القضايا ديال الحق. ثم كيرجع كيقول لك بان هذا راه كان واحد النهار كيضرب في الخراز، وي مالو نضر فيه، لانه عندما اساء للجاليه وصفهم بانهم ما عمرهم ما كلاو الطاجين وما يديروش بحال الطاجين انه في الخارج وصفهم بالجوع، من طبيعه الحال تلقى منا الرد القوي والرد اللي كيستحقوا، يعني بان ما كاينش عندي شي واحد انا مقدس من غير جلاله الملك والله سبحانه وتعالى. فما هذا كل الاخر انا ما كيهمنيش، لا قال شي حاجه غيلقى الجواب ديالو. كيما طرا مع مولات قطران اللي كان دار ديك الحركه وهذه الجاليه، راه الحبيب بيس، وكيما طرا لوحدين اخرى قبل منهم، وكيما غيطرا لهذا اللي خارج كيتشد علينا بان مورا الحيط، زعما راه مورايا انا الصحاح، غادي نشوف هاد النص صحاح فين غتوقف معاهم وانا جايك. تفضل سي العمده، حيت الموضوع فيه بزاف ديال الحوايج، ما عرفتش منين بغيتي تبدا انت اللي كتسال. لا كيفاش، واش اليوم قال لان معاه ناس صحاح يعني واقفين معاه ولا شنو، زعما شنو قصد؟ ايه كيقول لك راه الحيط اللي مورا حسابكم انا ساهر، راه الحيط اللي مورا صحيح، زعما كيدير وكيقول الحيط اللي مكتوب فيه، زعما كيبغي يموه، زعما راه مورا انا صحاح، كيبغي يخلع المغاربه بداك الشيء ديال السبعينات وديال الستينات وديال كذا، راه مورا وفين داك الشيء ديال المؤسسات وكل موراك اللي بغى يكون، وفين داك الشيء تاع المؤسسات ودوله الحق والقانون والقضاء الى غير ذلك. لا دوله الحق والقانون، دوله الحق والقانون هي في كيستعملها للتدليس في اطار التدليس من طبيعه الحال. يعني اولا ملي كيقول لك 55 مخبر هو كيسمعها كيحسب له راه يخلعني بديك الهضره، انا غادي نجيبك انت وقول لي فين تقالت هاد الهضره وشكون اللي قالها وشكون هذا اللي سمعتي، شكون هاد الناس اللي كضر فيهم مباشره، فهمتيني؟ ديك الساعه غادي يبان، غادي تبان الهضره ديال بصح من الهضره ديال الكذوب، هو كيبغي يتمسكن كيبغي يتباكى، فهمتيني؟ دونك الا خرجتي على راسك فانا قلت لك النهار الاول راك غادي تطحن وما تيقتينيش، وانت طحنتي امام المغاربه كاملين، ومازال دونك كما خرجتي غادي نعطيك، ما كاين لا دي لا ديك، داك التباكي وداك الاستعطاف والحقوق، وي الحقوق الا ما دافعتش على راسي راه ما نقدرش ندافع عليها ناس اخرين، بيان سور الا قصتي فيا غادي تشوف معايا الجحيم، هذا ما كان وما كنظلم حد، حنا ما عمرنا ما خرجنا تكلمنا على داك الشيء، الموضوع اللي قدامنا ولا مش قدامنا اكبر من هاد التفاهات، لكن هذا ما كيعنيش بان غيخرج واحد الانسان يروج للمغالطه او للاكاذيب. تامنا قال لك هيا دابا كاتبها في العنوان، كيقول لك ما قلتهاش، هو كاتبها وكيقول لك ما قلتهاش، يعني كيقول لك الشبكه ديال التشهير وديال الابتزاز، ما عرفتش شكون اللي ابتزو، ما عرفتش شكون اللي شهر به. ويتهم يعني الناس بهذا اللي سميتو كاتبها، هو كاتبها في العنوان وكيقول لك انا ما قلتهاش، رجعوا اسمعها. اي باش تعرفوا بان انسان ملي كيكون الانسان يعني ملي كيكون شخص غبي راه ما عندك ما دير ليه، هذاك الشيء اللي عطى الله. مورا الحيط، مورا حيط صحيح، عندكم حسابكم انا ساهر، مورا حيط صحيح. دابا نشوف هذا الحيط هذا اللي غيريب عليك. تفضل سي العمده. خلاص الملف يراوح مكانه، ما كاينش شي مستجد اعتقد. لا الملف لا يراوح مكانه، الملف صراحه يسير الى الامام في اتجاه صحيح، دائما كاينين شي امور اللي ما كنقدروش نقولوها في الوقت ديالها، وهذا راه ماشي كنديروا زعما الناس سسبنس، لا هذه الحقيقه. ربما في هذه الايام القليله، يمكن يكون غدا ولا بعد غدا، يمكن نسمعوا شي مستجد اخر، ما حاليا ما يمكنناش نتكلموا على امور باقي ما تعلنش يعني على رفع السريه يعني بشكل رسمي.
ملي غترفع راه غادي نتكلموا من طبيعه الحال، الا كان شي اجراء اللي غادي يداروا، كاين اجراءات من طبيعه الحال اللي كدار بشكل يومي في هذا الملف. بالعكس انا غنقدر نقولها لك ونقولها للمغاربه كاملين، في هاد 4 شهور الاخيره هذا الملف يعني عرف يعني واحد التطور يعني باين واضح، من زعما ما فيهش نقاش، عكس ربما اللي وقع في السنوات اللي قبل منها او الاشهر اللي قبل منها. كاين مجهود كبير، ما يمكنش نبخسوا نهائيا بالدور ديال قاضي التحقيق وديال المحكمه الموقره والناس اللي كيشتغلوا، وكذلك الامن ديالنا، لان كما قلت قبيله في اللايف كننساو يعني الدور ديال الامن ديالنا كذلك في مثل هذه القضايا، سواء في هذه القضيه او في قضايا اخرى. مزيان هذا من جهه، من جهه اخرى كنشوفوا واحد اش نقول لك، كنشوفوا انه اش نقول لك دابا النقطه اللي بغيت نتكلم عليها، تيقول لك علاش زعما تراجع هذا الاهتمام، ما بقاش بزاف في موضوع الكولونيل. لا نعم ابدا ما كاينش تراجع نهائيا، هو كاين مساله اللي كتحكم في التراجع يعني بلا كتهضروا على المستوى الاعلامي، هو فيما يتعلق يعني بالتطورات، ما غاديش نتكلموا على غير باش نتكلموا، ما من طبيعه الحال ما يكونوا مستجدات جديده، فكاين الحوايج اللي كدار في يعني في اللي كديرها المحكمه او اللي كيديرها يعني الدفاع او الاسره، من طبيعه الحال ما كنقولوا على شيء، غادي نتكلموا عليها في الوقت المناسب. ربما هذا اللي غادي يبين الناس بان او اللي كيشوفوه الناس بان ما كاينش سميتو، لا كاين، علاش ما كاينش؟ كاين بان علنا بان انتهى التحقيق، وربما غادي تضاف عليه اشياء اخرى لا ادري، لان ممكن يكون شي مستجد يعني في هاد اليومين، غدا وبعد غدا ممكن يكون شي مستجد. المستجد هو كاين، ولكن شي حوايج ما نقدرش نعلن عليهم انا، لان كيهمو من طريق حال الاطراف اللي دايرين، وكنحتارمو كذلك الاشياء، ما نسبقوش نقولوا عرس بليله، نخليو الاشياء تقع ثم نتكلموا عليها، نتكلموا على الاحداث ماشي اللي غادي يقع الاسبوع المقبل، كما قبيله جاني في التعاليق من شي واحد من الاندال اللي كيجيو مسخرين من عند هادو اللي كنتكلموا عليهم، وكيقول لك السيمانه الجايه راه غادي يدير، يعني هو كيعلم اش غيوقع في السيمانه الجايه، انا لا اعلم ما سيقع في الاسبوع المقبل، واللي غيعلم اش غيوقع في الاسبوع المقبل فهو كذاب، هذا هو اللي كاين. انا نقدر نقول لك شنو غيكون غدا ولا بعد غدا، وي ممكن نعرفوه، كما غاديش نقولوا دابا ملي غيوقع غادي نتكلموا عليه، واكيد غدا غادي نتكلموا ربما على المستجدات ديال هذا الملف، واكيد غادي يكون معنا حتى الدفاع يعني المحامي الجديد المحامي حق اللي داير مشوار فمه، ممكن غدا ولا بعد غدا يطلع معنا باش يعطينا يعني ينورنا من الجانب القانوني على الملف، ويسمعوا المغاربه في وصل. اما التطور في الملف غادي نقولها لكم وناكدها، وهذا ماشي كلام زعما غير باش نقولوا، ان كاين تطور ملحوظ وملموس بمجهودات يعني ديال الجميع على راسهم يعني قاضي التحقيق والمحكمه الموقره، والمجهودات كذلك اللي بدلها المحامي الجديد اللي قام بعمل جبار، واللي كنشهدوا به جميع لا انايا ولا العائله اللي متبعين زعما التفاصيل ديال شنو كيطرى في الملف، الحمد لله ان الامور غاده في اتجاهها الصحيح. إذا كان شي سؤال مرحبا. تقريبا ما كاينش شي اسئله، راك عارف ما كاينش شي مستجدات. شوف التعليقات، لان ربما الناس كيدير لا ماشي مستجدات، كنقول لك بان مستجدات كاينين. طفل اكرم وقيل لا مستجدات، هو ملي غيوقف الميل في بلاصتو كما طرا في السنوات اللي فاتت، كنقول لك بان في 4 شهور تقريبا كاين مستجدات بشكل يومي. نعم لا كاين الموضوع اليوم اللي كان هو ان الحمد لله تم العثور على الطفل اكرم اللي بان من بعد نعم ولله الحمد، وإضافة إلى القضية ديال تقطع التعليم والمشكل اللي وقع علينا والضجة اللي كاينة في خصوص يعني مقرر تصور امتحان ديال الناس السادس ابتدائي كتعطاهم سؤال يعني على كوميدي السياسة. نعم لا وهذا من طبيعه الحال هادو من بين المواضيع ديال الراي العام، لان لا يعقل على اننا نخليو، شوف اللي خلانا حنا اليوم في هذا السن اننا كنتكلموا يعني وكنحبوا بلادنا، هو داك الشيء اللي قريناه في الابتدائي، ماشي اللي قرينا من بعد، اللي قرينا في الابتدائي لا على المجال يعني في الجانب الديني او العقائدي ديالنا، ولا في الجانب ديال التربيه الوطنيه وحبنا لبلادنا والتاريخ ديالنا. انا بعدا داكشي اللي تعلمت هو تعلمت في السنوات الاولى ديال الدراسه ديالي،
لا ما يتعلق يعني بالحب ديال البلاد وما يتعلق بالدين وما يتعلق بالتاريخ ديال المغرب، هو اللي بقى لي يعني راسخ بحال شي ورقه بيضاء كتبتي عليها داك الشيء بحروف من ذهب وبقات عندنا. فبالتالي لا يعقل على ان في المستوى الابتدائي، وسبق لي قلتها غير داك النهار، قلت لو كنت انا وزير التعليم غادي نجيب احسن الاساتذه عندنا في البلاد هما اللي يقراو الابتدائي، لان داك الطفل ملي كتعطيه شي حاجه في الصور ديالو، التربيه راه مقسومه على ثلاثه، هادشي راه معروف يعني كاين السبع سنين الاولى وسبع سنين الثانيه وسبع سنين الثالثه. السبع سنين الاولى هي فين كترسخ في داك الانسان داكشي اللي بغيتي، فالسبع سنين الثانيه اي 14 عام هي فين كيكون الشخصيه ديالو بناء على داكشي اللي تلقى، وفي السبع سنين الثالثه اللي كتكمل 21 سواء كان ذكر او انثى صافي راه تكونات الشخصيه ديالو، تكونات القناعات ديالو، تكونات داكشي اللي بغى يكون يعني في المستقبل، راه صافي تكونات في 21 عام وكتبقى ديك الساعه التجارب ديال الانسان. فبالتالي لا يعقل على انني غادي نغيبوا التاريخ ديالنا ونغيبوا الامور اللي كتعلق ببلادنا وغادي نمشيو نسولوا واحد الطفل على واحد الكوميدي ولا واحد الممثل ولا واحد ولا ما عرفوش فقط. هذا هو المشكل، نسولوا ماشي مشكل تكون عنده ثقافه عامه، ولكن ما يمكنش نحطها كسؤال الى هذاك الطفل المسكين ما عارفش هذاك الكوميدي تعطيه صفر، وغتكون يعني كتحكم على المستقبل ديالو من خلال ان تقول له ادخل المواقع وقلب على التفاهه وقلب على هذا، مع احترامي لهذا الشخص اللي لا اعرفه معرفه شخصيه. يعني عيب وعار ما تلقاش هنا، لان ماشي شي واحد اللي كتب لنا التاريخ ديال المغرب ولا شي واحد اللي ربح لنا شي معركه ولا شي واحد اللي قام بشي انجاز يعني عالمي اللي هز المغرب الفوق. كتكلم على واحد الانسان كيقوم بواحد الاعمال الله يسهل عليه، يمكن عنده محبين، يمكن عنده الناس اللي ينتقدوه، ولكن هذا لا يعني باننا نحطوها كسؤال في امتحان، ويجب يعني اعاده النظر في المنظومه التعليميه في المغرب. لان ما نكذبش عليك، انا نقول لك نيشان، انا كنشوف ناس قراوا سلا وكنلقى بعض الناس كنلقاهم مساكن الله يجيب يعني راه قاري بصح عنده ديبلوم ولا عنده شي لعبه وكتلقاه خاوي. علاش؟ وعوض ان مثلا غنشوف الناس اللي في بلدان اخرى ولا اللي قراو شحال هادي، ماشي كنقصوا من الناس اللي كاينين دابا، غير اللي كيقرا من اجل الامتحان، القرايه راه كنقراو باش نتقفوا نفوسنا ماشي باش نخدموا وماشي غير باش ندوزوا امتحان. ولكن المسؤوليه الكبيره من طبيعه الحال كترجع للمؤسسات المعنيه بالتعليم اللي كيخصها انها تعرف بان هذاك الطفل ولا هذيك الطفله اللي اليوم في الابتدائي كتقريه، راه كتقريه هو اللي غادي يكون يعني المستقبل ديال بلادنا. وبالتالي لا اعتقد بان من الاولويه ديالو ان يعرف واحد الكوميدي ولا واحد الفكاهي ولا يعرف واحد المهرج ولا ما نعرف شكون هو، قبل ما يعرف التاريخ ديال بلاده ويعرف يعني اشنو ليه واشنو عليه من حقوق ومن واجبات تجاه الوطن ديالو، باش ما يطلعولناش هاد النماذج ديال هرقاوات اللي كتشوفوه دابا. تلقى بزاف ديال الكلمات وبزاف ديال المصطلحات، ولكن في العمق هو حافظ وما فاهمش. نعم، وبخصوص ان المحكمه الدستوريه رسميا شطبت على 10 تاع النواب مستشارين وبرلمانيين اللي خداو احكام قضائيه في خصوص ملفات ضدهم في القضاء، وهذا شيء مشجع، لان على كل حال يعني العداله خصها يعني تقوم بالدور ديالها تجاه اي كان، ماشي هذا حيط طويل ولا هذا حيط قاصح ولا حيط هذا برلماني ولا حيط هذا كذا، كلنا سواسيه، اول المسؤوليه ربطها وجلاله الملك وربطناها كامل كمغاربه المسؤوليه بالمحاسبه من طبيعه الحال، ماشي حيت واحد وصل فين غيوصل، وصلوه المواطن ماشي وصل هو بمجهوداته الفرديه، بل وصلوه يعني انتخبوا الناس باش ينوب عليهم باش يطور يعني الامور في البلاد والمصالح الحيويه ديالهم، ماشي يطلع باش يقري باش يقضي المآرب ديالو. لان هذا الشيء الا جينا نحللوه ملي كنسمعوا ناس مثلا في حملات انتخابيه كتخسر مليار وجوج المليار وكتجي تحسبها كتقول البرلماني مثلا كيشد 3.5 مليون ولا شي لعبه بحال هكذا، كتضرب على 4 سنين كتعطيك واحد 40 مليون في العام، يعني 120 مليون ولا 200 مليون وفينا هي مليار ونص، مين كيدير يرجعها؟ غير إذا عملنا غير هذه العمليه الحسابيه راه كتدخل شكوك. نعم راه كتدخل شكوك، ما يمكنليش انا نخسر مثلا مليار ونص باش نربح في 50 200 مليون، يعني 40 مليون في العام، راه لا يعقل. يعني كاينه شي حاجه تما ما هياش، اشنا هي؟ ايوا خص الناس يبحثوا. فبالتالي انا سعيد دائما ملي كنشوف بان القضاء يعني كيقوم بالدور ديالو تجاه هاد الناس، وشفنا ناس اللي كانوا وزاره، تكلموا على واحد الوزاره اللي عمر طويلا اليوم راه في السجن للاسف الشديد، وعارفه شخصيا حتى هو، نقدر نقول صديقي اللي تلاقيته مرات ومرات،
ولكن للاسف فهادشي هذا هو الدور ديال العداله. كذلك حتى في الناس ديال السلطه ولا الناس اللي كيعتبروا نفسهم ناس كبار او كيتكبروا على المغاربه، يعني كيستغلوا المناصب ديالهم او الكراسي ديالهم اللي يعني كتادي المقابل ديالها وكياخذوا عليها الاجر من طرف من الاموال ديال المغاربه على انهم يصححوا من المغاربه ويديروا تجاوزات ويديروا يعني تجاوزات خطيره في حق المواطن وفي حق الوطن. فمن طبيعه الحال القضاء مشكور يعني في القيم ديالو ويجيب هاد الناس هادو العداله ويتحاسبوا بدون ما نظلموا شي واحد او تكون حسابات شخصيه، لان كنقولوها وكنعاودوها بان تجاوزنا هذه المرحله ديال الاستقواء على الاخر من فوق الكرسي او المهام اللي كيمارسوا الانسان. حتى كنسمعوا الناس اللي كيقول لك بانهم صحفيين وصحفي واعلامي وكيقول لك الحيط اللي مورايا قاصح زعما راه مورايا الناس. هذه الهضره اكل عليها الظاهر والشريف ولن يقبلها المواطن المغربي يعني الحر في 2024 وفي ظل الحكم ديال جلاله الملك محمد السادس اللي قطع مع هذه الاشياء كامله بعد ما جات هيئه الانصاف والمصالحه ونهات كل هذه الاشياء هذه وبدستور جديد اللي صوتوا عليه المغاربه تقريبا بالاجماع. فبالتالي علينا جميعا كلنا مسؤولين من طبيعه الحال كمواطنين لتطوير الحياه العامه بدءا من الدستور ديالنا ومن القوانين الجاريه للعمل في البلاد. والاحترام واجب لكل المسؤولين في جميع القطاعات اللي يستحقوا منا هذا الاحترام. من الاحترام ما كنعطيوش يعني حنا كمغاربه الشخص لاننا خايفين منه، ولكن كنعطيو ملي كنشوف واحد الانسان خدم وبرهن المغاربه على انه تقل العمل ديالو. ونعطي على سبيل المثال اللي اليوم مثلا نقدروا نقولوا فوزي القزع اللي كنتكلموا عليه، ما تلقاش المغاربه كيختلفوا على سميتو المجهودات اللي قام به السيد، او ملي كنتكلموا على السي عبد اللطيف الحموشي او السياسي المنصوري كنتكلموا على شخصيات اللي برزوا يعني اللي بينوا للمغاربه وقاموا بالدور ديالهم احسن قيام. عكس ما نرى مثلا اليوم على وزاره العدل وكنشوفوا يعني شي وزاره وشي ناس ما عرفتش انا ما انا بعدا ما كيقنعونيش هذا رايي الشخصي، ما كيقنعونيش على المستوى ديال فين هما مسؤولين. والمغاربه خصهم يتكلموا على حقهم ان هذا حريه التعبير مضمونه للجميع، ومن حقنا ان ننتقدوا اي مسؤول كيف ما بغى يكون، ومن حقنا اننا نشجعوا ونطبلوا ونزغرطوا ونهللوا بالبقاء ديال بعض الاشخاص اللي عطاوا يعني صوره اللي كيستحقها المغرب. بحال اللي كنتكلموا على السي ناصر بوريطة وزير الخارجيه، كنتكلموا على شخصيات اللي ظهرت في السنوات الاخيره يعني وبينات على كعب على علو كعب ديالها، وكلهم راه ابناء الشعب هادو. ولا تكلمنا على السي ناصر بوريطة ولا تكلمنا على السي الحموشي ولا تكلمنا على ولد الشعب، على ناس مغاربه بحالنا خدموا بغاو يخدموا بلادهم. فالمغاربه من طبيعه الحال راضيين وفرحانين بهم وكنفتخروا بهم من طبيعه الحال. كيف تكلمت دابا على القجع اللي حتى هو ولد باب الله كما بينا كاملين، ما كاينش واحد اللي تزاد بعلقه ديال الذهب، وما كاينش شي واحد اللي غادي يصحح على المغاربه من يعني من لحيتهم يلقم ليهم ويمارس عليهم هاد الشطط في السلطه او تكميم الافواه او شي حاجه من هذا القبيل. شكرا استاذ عبد الكريم، تحياتي ليك، شكرا على المداخله. شكرا سي لوندا، بارك الله فيك، ونتمنى ان شاء الله تكمل حتى في الملف ديال هذه السيده سعاد الله يرحمها ان شاء الله، والله يبين لها الحق وياخذ يعني سميتو ديالو من المجرمين الا كان شي حد تعدى عليها انه يؤدي يعني ما عليه من العقوبه، لان خصنا نقطعوا مع هذا الشيء هذا، ان الروح عزيزه عند الله، وبالتالي المغاربه ماشي رخاص باش يموت انسان وغنبكي وتبكي عائلته يومين ونسدو ونجمعو ونطوي ونمشيو في حالتنا. وما نتسناوش حتى تجي فينا الضربه عاد نحسو بها، ما دائما نديرو نفوسنا باننا بلاصه هذيك العائله اللي ترزات في بنتها او اللي ترزات في ولدها بحال السي العطور الله يرحمه والله يرحمها السيده سعاد حتى هي وناس اخرون. فالمغاربه خصهم يوقفوا دائما لتحقيق العداله، وكذلك نتمنوا ان العداله ديالنا انها توفر لها الامكانيات وانها تبذل المجهودات وبتعاون مع كل الجهات الامنيه وكل المؤسسات المغربيه لضمان يعني السلامه وحمايه السلامه الجسديه والارواح ديال المواطنين المغاربه. وشكرا لك سي العمده، شكرا لكل الاخوان والاخوات اللي كيتابعونا.